فضيلة الشيخ عطية صقر، يشكو كثير من الناس ظاهرة شرود ذهنهم وهم في الصلاة، فيفكرون في أمور كثيرة لم يكن يفكرون فيها قبل دخولهم في الصلاة، فهل هناك من سبب لذلك؟ شرود الذهن وعدم تركيز الفكر فيما يؤديه المصلي في صلاته من أقوال وأفعال أمر يعرض لكل الناس، وإن كان بمقادير مختلفة وفي موضوعات متنوعة، وذلك بحكم التكوين الطبعي للإنسان في تداعي المعاني والأفكار الذي هو من مظاهر النشاط العقلي، حيث يشتد وينشط كلما كثرت المشكلات وتعقدت الأمور، ولا تكاد تنقطع سلسلة التفكير عن الإنسان حتى في نومه، حيث تكون الرؤى والأحلام التي هي في الغالب انعكاس لما يجري في اليقظة. ومن المواقف التي تفرض على المؤمن أن يحصر ذهنه ويستجمع فكره فيها مناجاته لربه في الصلاة وعند الدعاء، وذلك لمقام من يصلي له أو يدعوه، ولدقة المجازات على ما يصدر منه وقت ذاك، وهو ما يشير إليه معنى الخشوع الذي مدح الله به المؤمنين في مثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن هل يستطيع كل إنسان أن يحقق في صلاته كلها الخشوع التام؟ إن هذا الخشوع إذا أمكن أن يتحقق عند بعض الصفوة من المؤمنين أو في بعض الصلوات دون بعضها الآخر، فإنه صعب عند غيرهم من الناس وما أكثرهم. والدليل على ذلك إلى جانب الواقع الذي يحسه كل الناس ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وما ثبت عنه من فعل. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه إذا نودي بالصلاة، يعني بالأذان، أدبر الشيطان وله صوت يخرج منه حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يكون بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وقد ثبت في الصحيحين تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه صلاته فرده الله خاسئا. وكذلك روى الجماعة إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم في ضمن ما قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات الرباعية ركعتين وسلم، ونبهه ذو اليدين بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. ولما استوثق من القوم دخل في الصلاة وأتمها. فالحديث الأول يدل على أن الإنسان معرض في صلاته للسهو بسبب الشيطان، والحديثان الآخران يدلان على وقوع السهو منه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: لا أصل له. إن شرود الفكر في الصلاة أمر جائز وواقع، وينبغي أن يحاول المصلي التخلص من الاسترسال فيه بقدر ما يستطيع، وقد صح في الحديث الترغيب في ذلك: من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم.
وقد علق النووي عليه بأن المراد عدم تحديث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ومما جاء في عدم خطورة التفكير الدنيوي في الصلاة ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ووضح ذلك بقوله: فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكير في معاني القرآن الكريم واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهو جمع بين الصلاة والعلم. والله أعلم.